اخوان، السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه الاخوان، هذه هي الدوده اللي تتكون في الانف. هنا الاخوان، الى بالك شي خروف فيه الخنونه في النيف، تتعرف بان راه 100% كاينه عنده الدخل في النيف. ومن الاحسن الاخوان استشاره الطبيب وفي الدواء باش يعطيك شي دواء اللي يكون لائق، الدواء اللي غادي يخدم. من بعد الاخوان فاش تشربوا مع يومين 3 ايام الخروف تينصت، تيلوح هاد الدوده هادي. يعني هادي غادي تلقاها في جوج الحالات، يعني قبل ما تداوي تلقى شي وحده ولا يعني لقيتيها خصك تداوي، ومن بعد فاش تداوي راه تيرميها. والله يدير الخير.